إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا فرحان بالتواجد ديال أمينة، أخت أمينة الخياطة ديال البلدي معايا اليوم. جو سوي فيغ. أشنو غادي تقولي لنا أمينة؟ الزول السادة زريت ما بيستما مرحبا يسون فرحة سي يديخ إن شاء الله حنا نجمع وهري وردي خماني شرحش خلي يدي خان سراتي ديك في الفيديو إن شاء الله سراتي. إن شاء الله يا ربي أمين. إذا ننطلقوا الموضوع ديالنا. أمينة قالت لكم فرحانة بكم بزاف وتوحشتكم بزاف وغادي ترجع تصور معكم فيديو إن شاء الله لكم فيديو. إذا اليوم غادي نناقشوا الدرس ديالنا، نكملوا الدرس ديالنا ديال الجزء الأول اللي درنا من ديال القطان اللي بغينا ندخلوا عليه دي فارياسيون، هذه غوب دو باز. إذا حددنا لاطاي ديالنا على هذا الشكل بلاتي، المهم عندنا دابا حاليا هي هذه. حددنا لانين دو تاي، لانين دو تاي ما كنتحزموش بها في المضمه بحال هكذا، دابا كنتحزمو بحال هكذا ما كنتحزموش في لانين دو تاي. اذا غادي نسيب لي الموضوع ديالي فين كنتحزم تحت النيده. اذا عندي هنايا 36 مباشره فين بغيت نتحزم، وبغيت من هنا يخرج لي الايفازي، من هنا تخرج لي التوسيعه، من هنا يخرج لي لتحت الجلايد دايرين ها. لي فازي هو التوسيعه ماشي مضيق، لي فازي هو التوسيعه بالنسبه للاخوات اللي ما فاهمينش. اذا جيت للموضوع ديالي اللي هو هذا، اذا الحزام هو هذا. غادي ناخذ ندخل الموديل ديالي، غادي ناخذ المساحه. اذا بالنسبه ليا هذا الامام ماشي الخلف، ديك النهار تخليناها في الخلف. اذا غادي ندير الامام ديالي وهذا. اذا غادي نهضر على 36 فين جاتني. اذا جاتني 36 هنايا، ها 36. غادي ناخذ قائم الزاويه على هذا الشكل. اذا هنا فين غادي نتحزم؟ ماشي هنا، مابقاش عندي هنا، من هنا غادي يبدا الحزام ديالي. اذا في لي فازي الا قدرت تهبط امينه هنايا ويستد واضح باين واضح. اذا في لي فازي ديالي هنايا شحال بغيت في القفطان؟ في الربع، يعني بغيت 2 متر دايره الا قسمناها على 4 غتعطينا 50. اذا في السفليه لتحت هنايا في لوغلي 50 سنتيم، من هنا اذا من هنا لهنايا شحال عندي؟ 50 سنتيم. 50 سنتيم ديال التوسيعه اللي بغيت نوسع راقبوا معايا. هنايا كنا ضفنا 3 سنتيم، الان غادي نضيف هنايا 2 سنتيم ديال الخياطه، 2 سنتيم ديال الخياطه حتى 3 سنتيم باش يكون عندي لا سوبليس، باش ملي نلبس السيده القفطان نقص داكشي اللي بغيت ما يجيهاش مزيق سيري. اذا ضفت هنايا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر وجيت ودرت اغون بحال هذا الشكل هنايا. اذا خرجت من هنا لهنايا 50، وفي المجموع في الدوره كلها عندي 2 متر. غادي نشد من 2 سنتيمتر مباشره لهنايا، مباشره لهنايا. اذا مباشره لهنايا، اذا من البلاصه اللي غادي نتحزم هذا ما بقاش لانين دو تاي. لاحظوا معايا الفازمون كيخرج من الطول اللي خديتيه على حساب المضمه فين جات، فين بغيت نحزم عاد كتخرج ديك الفازمون اللي بقى. عاد كنخرج بالتوسيعه، كنوسع الفازي هي توسيعه. اذا خديت انا هذا، غادي نشوف شحال عندي في الطول من هنا لهنايا، هو اللي غادي ندير هنايا. اذا العدد اللي عندي من هنا لهنايا، من كاين الطنوره ومنين غادي تجيني الطنوره، الا بغيتي تقطعيها كاين عمليه اخرى وطريقه اخرى. اذا من هنا لهنايا العدد اللي عندي من هنا لهنا هو اللي درت من هنا لهنا وجبتو اون على هذا الشكل هذا، باش ما يجيش هابط ما يديش دوك الجلايد. اذا انا مسحتو على هذا الشكل صافي ما بقاش هذا. هنايا الا لاحظتوا غادي تكون عندي هذا الملتقى هذا، شو كي داير؟ داير هكذا، خصني نجيبو ان بتي بو غون على هذا الشكل. اذا الموضوع ديالنا اليوم هو
العلو فين غادي نحط المضمه على سانتور ديالي. فوالا هو هذا، ضفنا له 2 سنتيمتر جيسكا 3 سنتيمتر من 2 سنتيم 3 نفس الشيء في هذا الكوتي. الخياطه ديالو ملي نكون حاط الباتروناج على التوب ونضيف 1 سنتيمتر هنايا ديال الخياطه على هذا الشكل، ونضيف 1 سنتيمتر هنايا هنا 0.5 في الخياطه. اذا غادي نرجع للكول ديالي اشنو بغيت. مثلا بغيت كول فلور كول كور، بغيت كول كور خرجت لنا مع الاول 6.7، بغيتو نزيد له 12 سنتيمتر غتولي عندي 8.6. ها هي اذا الفتحه اللي بغيت انا، ما غاديش نشد من هنا لهنا، ما عندناش شي مقياس او معيار نقدروا نكونوا غلطنا في الحساب ولا غتعطينا شي حاجه ماشي هي هذه. غادي نشد من هنا لهنا ونشوف، بغيت تن ما بين النهدتين 24 سنتيم. اذا ما بين النهدتين هي هنايا في هذه البلاصه هذه، غادي نجي من العدد الاول اللي هو اساسي 6.6 وندير 24 ديالي. ها هي 24 من هنا لهنا 24 سنتيمتر. خصها شوا اللي اختارتي انت، اختارتي انت درتي هذا العدد هذا. اذا بغيت نجيب كل يعني كل كور مثلا، غادي نشد البيربي ديالي على هذا الشكل، تمام، وناخذ هذا بهذه الطريقه هذه. اذا نشوفوا كي جا هكذا وجاني محلول حتى لهنايا بهذه الطريقه من الويت، من الويت باردون، ونجيبو داير هكذا ونجيبو رون على هذا الشكل. اذا هذا كول كور، كول ديال القلب هذا. اذا كول ديال القلب. اذا هنايا ضفنا سنتيم الخياطه، وضفنا سنتيم الخياطه هنا 2 حتى 3 سنتيم، هنا 2 حتى 3 سنتيم، والعاد ونخرج داكشي اللي بغيت في الايفازي في الباتروناج. ديما كنهضر دابا على الباتروناج، وغادي تحطي وتحاولي تديري اساي في قماش باخس الثمن رخيص، يعني ثمن رخيص بزاف باش غديري هاد الطريقه هاي. اذا وغادي تقيسي على السيده او على راسك ولا على بنتك هذا باش شتي العبار من هنا، تشوفي الكتاف واش طايحين، وعادي عاد يمكن لك تلصقي الكمام، عاد يمكن لك تلصقي الكمام، الكمام غادي تكوني مفصلاهم. اذا غادي نرجع للكمام نناقشهم هنايا. اذا عندنا بالنسبه لنا زدنا سنتيم من هنا سنتيم، زدنا العدد ديالنا من هنا، المسائل معروفه، درت القلب هنايا، درت غون على حسب اللي بغيتو، بغيتو غير غون، غادي نشد هنايا، نشد المسافة من هنا لهنايا بغيتو باش يدخل ليا في الراس، نكبر ونجي غون على هاد الشكل هذا، داكشي اللي بغيتي ديري في يعني في الكول ديالك، يعني الكوال راهم ساهلين ماشي شي حاجة، وموجودين في القناة ديال اليوتيوب عند بزاف ديال الأستاذات والأساتذة ما شاء الله عليهم اللي كنحييهم اليوم من هاد القناة. إذا الكوال معروفين، سالينا من هاد الموضوع. غادي نجيو للخلف، الخلف 8.6 حتى هو، وتجيبي دايره هكذا في الحطه ديال الخلف ما بين الامام والخلف، هنا خصو يجي مقاد مع هذا، ديما مقاد مع هذا. في مساله الطيور كيكون الخلف كبير وهادي، حنا ما كنهضروش على هذاك، سي دو بلدي حاليا اللي بلدي، و هنايا كتكون ديك لابانس الخلف وداك الشيء حنا متجاوزينها. غادي نرجعو. اذا بعد ما بغيت ندوز لكم، وقفتني الاخت امينه قالت لي هذه المضمه والصدرة كبيره وكبيره بزاف. اذا اللي عندنا مضمه صغيره، اشنو قلتي في السؤال ديالك امينه؟ كاستاذ واش نفس القاعده اللي غادي نديرو على حسب اللي عندها المضمه مثلا فيها 2 سنتيم ولا 3، على حسب دابا لا مود كلشي مضم ارقاق. اوكي شكرا امينه. هذا راه سؤال وجيه زعما يعني وفي المستوى ديال الاجتهاد. اذا انا اشنو قلت مع الاولى امين؟ اشنو قلت مع الاول؟ قلت لك الرغبه ديالك فين غادي تحس؟ فين بغيت؟ اذا كنهضروا على هاد لالين هادي، كل ما نتحدث عليه، كل ما نتحدث زعما اللي كنهضروا فيه هو هنايا، وما كيهمنيش الطول ولا العرض. اوكي. اسكو فيزيت ساتيسفي؟ وي.
من هنا لهنا فين غادي تحزمي من تما كيبان القرار ديالك فين غتدافي 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر الاختيار ديالك. الحركه اللي كتقوم بها المراه ملي كنشدها العبار ملي كندير سنتيم بحال هكذا تنقول لها فين غادي تحزمي بالمضمه كتقول لي هنا مباشره كنحط ليها في يديها فين بغات كنحمل عليها المسؤوليه ديالها صافي ندوزو شي حاجه اخرى اوكي توكل على الله توكل غادي نناقشوا دابا لكم عصري لابد غتديري لي التمرين في قماش رخيص لابد ثم لابد باش تعرفي اشنو ما لك وما عليك. اذا غادي نناقش معكم دابا لا مونش ديال هاد القفطان هذا عصريه. اول حاجه كنشد الباتروناج ديالنا كنعملو الهامش هنا قائم الزاويه كما قلنا اول حاجه غادي نحدد الطول ديالي نقولو 60 المتداوله 60 سنتيم 58 اللي هي متداوله زعما هي اللي كنعملو ديما في القفطان. قائم الزاويه اذا هنا قائم الزاويه هنا قائم الزاويه هذا الطول ما هذا طولكم لا لونغور ديال لا مونش اوكي شحال عندنا من هنا حتى لهاد الخط اللي هبطنا به بربعه او ثلاثه غادي نشوفو شحال عندنا اذا من ثلاثه لهاد العدد التحتاني لقينا 21 سنتيم 21 سنتيم هاد لا مونش راه غتجينا مزيره هنايا نعلمكم. اذا انت بغيتي كثر احفري زيدي احفري زيدي هبطي هنايا بجوج ثلاثه اربعه داكشي اللي بغيتي في التركيز انا ساتيسفي بوغ موا انا كافيني عليكم بالنسبه للدرس ديالي كدرس عصري اللي ديال دابا وديال لاموند. اذا باش ما يجيكش فيه الديفو هنا غادي نعطيك الاسباب. اذا غادي نهبط من هنا لهنايا غادي نعمل 21 سنتيم ومن هنا لهنايا 21 سنتيم ونعمل في الباتروناج ديالي هاد الشكل هذا. اذا هذا يساوي هذا هذا كيشبه لهذا العدد اللي عندي من هنا لهنا هو العدد اللي عندي من هنا لهنا وهذا كيساوي هذا هذا كيف هذا هذا يساوي هذا. عملنا العمليه دوره العنق عندها علاقه مع هادشي خدينا 40 مقسومه على 6 تساوي 6.6 غادي نجي ونهبط من هنا فاصله 6 6.6 باش غادي نهبط من هنا لهنا اذا 6.6 غادي نشد من هاد القنت هذا طبعا غادي نهبط من هنا لان هذا الطول باش ما تتلفوش اذا هذا الطول ديال الكم ديالي باش ما تتلفوش غادي ندير 6.6 من هنا 6.6 كيف ديما غادي نشد ونقسم هذا على 2 غادي نخرج من هنا لهنا بواحد فاصله خمسه خرجت هاولي نجي على هاد الشكل عندك البيروكي ديري هادي هاكدا شتوها على هاد الشكل ما عندكش دورها بيديك اذا غادي نهبط بواحد فاصله خمسه هنايا كيفاش استاذ ديك 1.5 باش هبطي دابا هذه قاعده 1.5 كنعطو بها حتى للدراري الصغار باش تعطينا هذا سي دو بل دي ريون دو بلوس فهمتيني ممكن اللي نخدم بها حتى الشوميزه ديالي لابس فهمتي سي فيتمون سبور ماشي دي تاي في لو كور
اذا وغادي نشد البيستولي ديالي البيروكي ديالي باردون على هذا الشكل ونعمل له هكذا هنا نجيبها غون على هذه الطريقه. اذا هذه العمليه راه نظريه عالم الرياضيات بيداغور عالم الرياضيات. اذا العدد اللي عندي هنا هو اللي غادي يخرج ليا هنا سينو راه دايره خطا. هانتوما غادي نشوف اذا 24 سنتيم 24 سنتيم العدد اللي عندي هنا هو اللي غادي يخرج ليا هنا علميا علميا. هادشي اللي عندي هنا هو اللي عندي هنا بلا الاضافه ديال 2 سنتيمتر ما كايناش الاضافه ديال 2 سنتيمتر. اذا في حاله كتقول لي شي وحده استاذ راه جاتني هنايا هي هذيك والكم جاني قصير هاد المشاكل كبيره. كنجي كنحفر غير من هنا كنهضر دابا مع الخياطات اللي ولاو كيعرفوا يخيطوا شويه ما كنهضرش مع سيدنا الصناعيه والمعلمي. بالنسبه للاخوات اللي كيحصلوا زيد احفر لكم دير تن 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 واخا ماشي موضوعنا هذا وغادي تولي عندك مونش دو باز واقفين. اذا ما كنهضرش على هذا كتقول لك السيده راه جاتني هنايا واسعه والكم جاني قصير الكم جاني قصير كنزيد نحفر له غير بحال هكذا وكيعطيني نفس العدد. اذا ماشي موضوع ديالنا هذا بالنسبه للمبتدئات. غادي نجيو لهنايا السيده بغات 12 سنتيمتر هنايا او استاذ الا بغات 9 واش نديرو لها؟ الا درتي لها 9 لاننا كنشدو 21 مقسومه على 2 هي 10.5 الا نقصتي منها غادي تجيك مثلا بغيتي 9 ولا 8 تكون مزيره وانت دايره 21 اي عدد قسمي على 2 هو اللي كيفرق لك باش تمشي لهيك ولا تجي لهنايا. إلا بغيتي هاد العدد خصها تكون مونش بودي باش ما تجيكش مفتولة بحال هكدا شوفوا جلابكم. إذا غادي نشوفوا العملية نكملوها إذا البنات بالنسبة لنا هنايا راه الدرع دورة الدرع راه غادي تجيك هي هاديك لاصقة زايدة بجوج سنتيم ولا 3 سنتيم غير باش تعرفوا. إذا ما نديرهاش في القفطان ديالي في شي توب غالي ندير التمرين ديالي شتوب عادي نهز شي زار شي حاجه عندي قديمه ولا شي حاجه وندير لوبيراسيون وندير. دابا راه عندك كلشي العبارات هنايا بنيته صغيره عندها 36 مقسومه على هذا العدد وعادي وعادي هادي غير اجتهدي وغادي توصلي وخذي شويه الوقت من عندك. اذا وغادي ناخذ البيستولي ديالي نزيد نديكرادي شويه على هذا الشكل اذا هذه هي لا مونش ديالي. اذا حيدت الخط اللي عملت مائل ودابا هذه هي لا مونش ديالي غون على هذا الشكل هذا غون. اذا غادي نهز لنوار وغادي نحدد لكم الكم اللي غادي تقطع pardon وهذا انا كنعطيكم غير السيركوي ديالو يعني تابع اللي غتبعوه على هاد الشكل هادي مونش ديالنا. اذا مونش هاي هادي لا مونش هذا الامام والخلف ديال القفطان ديالنا. اذا نتمنى نكون توفقت في هذا الدرس ديال اليوم وكما قلت لكم راه عندي مدرسه ديال في الفيسبوك جروب فيرمي يعني واحد الثمن اللي هو رمزي نتمنى تنخرطوا معايا. اذا الى اللقاء والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله.